اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند المحلي. ترند المحلي النهارده هنتكلم في كام نقطه مهمه ليها علاقه حتى بالمباريات المحليه والمباريات الافريقيه على مستوى المنتخبات. نبدا مع بعض من خلال الصفحه الرسميه ليلا كوره على الفيسبوك. نشروا تصريح لمصدر قال لهم ايقاف المسحه الطبيه للحكام واتجاه لتغريم الانديه. طيب اكد مصدر مسؤول في اتحاد الكره انه قد تم ايقاف خضوع الحكام للمسحه الطبيه للكشف عن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. وكان مصدر قد سبق وصرح ليلا كوره ان اتحاد الكره قرر تعليق المسحات الطبيه للانديه على ان تتحمل انديه تكاليف المسحات. واشار المصدر في تصريحاته ليلا كوره تم ايقاف القرار الخاص بخضوع الحكام للمسحات الطبيه للكشف عن فيروس كورونا الحكام قبل المباريات. لا يوجد اي قرار رسمي بعد صدر بشان موقف اتحاد الكره من الانديه. الاجراءات هتتم حال لم تقم الانديه بعمل مساحات قبل المباريات. في مراقب طبي للمباريات موجود هيرفع تقرير لمراقب المباراه او المنسق، ثم بعد كده هذا التقرير يتم رفعه للجنه الثلاثيه لاتخاذ ما تراه مناسبا بشان النادي الذي لن يخضع فريقه لمساحات كورونا. والاتجاه هو تغريم الانديه ماليا. طيب انا عايز اتكلم في النقطه دي، في نقطه مهمه جدا ليها علاقه بقى بالانديه اللي هتلعب في البطولات الافريقيه. هي طبعا اللائحه بالمناسبه يعني الانديه لازم تبقى قاريه اللائحه كويس جدا عشان لما تعترض تبقى ليها يعني اوجه، يعني اوجه او وجوه معينه ليها وجهه نظر معينه في الاعتراض. اولا اللائحه المنظمه لشروط المسابقه الدوري العام بتقول ان الانديه في الموسم الجديد اللي هو 2020 2021 الانديه هي اللي بتتحمل كافه التكاليف الماليه بالمساحات الطبيه. اتحاد الكوره بعد ما كان بيتحمل ده الموسم الماضي، اللائحه او شروط المسابقه اتغيرت وبقت فيها الانديه اللي بتتحمل، فبالتالي اعتراض الانديه هنا مخالف للي مكتوب في شروط المسابقه، فالاتحاد بيقول الانديه هي اللي تدفع. طيب فكره كمان الحكام ما تعملش، انا مش بصراحه مش قادر افهمها او مش قادر اوصفها. ما هو الانديه لو ما عملتش والحكام عملوا جوه المباراه نفسها، المسحه اللي اتعملت دي مش هيبقى ليها اي هدف او تاثير ايجابي حتى للحكم، لانه هيختلط بمجموعه ممكن ما عملتش مسحه طبيه. فبالتالي انا مش عارف بالظبط يعني الموضوع ده هيروح على فين، لان في النهايه احنا بناخد برضو تفاصيل الموضوع من خلال مصدر قال للزملاء في يلا كوره ان الحكام مش هيعملوا مساحات طبيه وان الانديه اللي مش هتعمل مساحات هيتم تغريمهم ماليا. انا اتكلمت في جزئيه شروط المسابقه لان دي حاجه واضحه قدام الناس كلها ان الانديه اللي بتتحمل، لكن اللغط الموجود في هذه الجزئيه انا مش عارف تاثيره في الاخر هياثر على المنظومه ولا هياثر على المسابقه ولا هياثر على الانديه اللي هتلعب في البطولات الافريقيه. لان في كمان بعد مهم جدا لازم الناس تاخد بالها منه. انت ممكن هنا في الدوري المصري الاهلي او الزمالك او بيراميدز بيعملوا مساحاتهم عشان بيلعبوا في افريقيا. طيب في انديه ممكن ما تعملش، نفترض مثلا في انديه مش هتعمل وبعد ما مش هتعمل اتحاد الكره قال ان هو هيغرمها. طيب انا دلوقتي لعبت مباراه في الدوري ونادي ما عملش وانا بلعب في بطوله افريقيا، انا عملت المسحه بتاعتي والحمد لله سلبيه ولعب المباراه، بس بعد مباراه الدوري انا ما اعرفش الفريق اللي قدامي ده ما عملش مسحه، العينات بتاعته اخبارها ايه واللعيبه بتاعته ظروفها ايه، لا قدر الله لعيب مصاب او مش مصاب، انا بعد الماتش اتفاجئ مثلا الاقي نص الفرقه عندي كلها عندها كورونا، اجي العب في افريقيا بقى انا بعمل مسحه يعني رسميه معتمده من قبل الاتحاد الافريقي، فهنا المسحه ممكن لا قدر الله تطلع ايجابيه، فنص الفريق عندي او لا قدر الله اكتر من كده ممكن يستبعد من المباراه. فتاثير هذا الموضوع او على حسب تفاصيل الخبر اللي قريته من صفحه يلا كوره ليه تاثير كبير جدا على الفرق اللي هتلعب في البطولات الافريقيه، وتاثيره هنا هيبقى كبير جدا، لان لا قدر الله لو في انديه مش هتعمل، يعني عندنا النهارده في مباراه في الدوري المصري، لو في انديه ما عملتش وبتلعب مع انديه تلعب في افريقيا ولاعيبه عندها كورونا وما عملتش مساحات والماتش خلص واللعيبه اللي كان عندها مسحه طلعت سلبيه وبعد الماتش لعبت مع فرقه مع عندهم كورونا وطلعت الحالات كلها ايجابيه وانت ترى هتلعب في افريقيا، شايفين اللخبطه هتبقى جايه ازاي او هتبقى المشكله فين؟ فاعتقد الموضوع ده محتاج يعني حل جذري خلال الساعات اللي جايه، مش خلال الايام اللي جايه، حل جذري خلال الساعات اللي جايه، حرصا على استكمال المنظومه وكل المباريات بشكل جيد جدا، وقبل كل ده حرصا على كمان سلامه وصحه اللاعبين والحكام وكل افراد المنظومه الرياضيه. طيب صفحه بطولات من خلال موقعها الرسمي الحساب الرسمي ليها على فكره اتكلموا على ان محمود البنا هيقود لقاء الكونغو برازافيل مع السنغال في تصفيات امم افريقيا. هذه المباراه هتقام ان شاء الله يوم 26 مارس، هتتلعب في الملعب القومي في برازافيل عاصمه الكونغو، ومحمود البنا هيدير هذه المباراه ومعاه سمير جمال مساعد اول، يوسف البساطي مساعد تاني، ومحمد عادل حكم رابع. محمد عادل كان بيدير بالامس مباراه وادي دجله والزمالك هيكون هو الحكم الرابع. بالمناسبه في مراقب طبي بيكون موجود في هذه المباريات، بس المراقب الطبي بيكون من الارض او الفريق اللي بيلعب المباراه على ارضه. مصر هتلعب مع كينيا يوم 25، المراقب الطبي اللي هيكون موجود هيكون من كينيا، لكن طاقم التحكيم اللي هيدير مباراه مصر وكينيا هيكون فيكتور جوميز الحكم الجنوب افريقي.